بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة هناخد المحاضرة الثامنة في مادة الكوزموتكس بعنوان الكالر كوزموتكس، اللي هي أول واحدة فيهم، أول جزء فيهم الكالرد ليب برودكتس. طيب، هو معروف إن أنت بتشتري، ما دام بتشتري كوزموتكس الألوان، فأنت بتشتريها عشان الألوان دي. يعني أنت مثلا جايب ليبستيك، فأنت بتقعد تختار اللون، أو طبعا بتقعدي أنت تختار اللون اللي أنت محتاجاه. طيب، when speaking about colored cosmetics it is fashion first and science second. طبعا بيبقى فاشون في الاول، فعشان كده ما بتلاقيش في شركات صيدلانية في الموضوع، هي بيبقى شركة مشهورة بالفاشون وتبدأ تعمل حتى ليها مستحضرات تانية او حاجات تانية اصلا خارج الايه نطاق التحضيرات الطبية. طيب، اول حاجة الليبستيكس. الليبستيك هي مولد في صورة كرايون، بيبقى في شكل قلم يعني كده. الليبستيك ار ميكتشر اوف واكسز لو اويل اند هاي بيجمنت فورمولايشن جنرالي ريزلت ان ا لونج ويرينج برودكت ذات سكاريفايز ا فارينج ديجري اوف جلوس اند تكتشر. يعني بيدي لك، هو طبعا بيبدا يتاكل الصباع ده، بس طبعا بيعمل لون على الشفايف يعني، وطبعا ده بيعمل لون بطبقه معينه ولمعان معين، وطبعا ليه درجات معينه مختلفه كتير. Varying the ratio of this ingredient determines the final product characteristics. A high wax, low pigment, low oil formulation. لو انت حطيت wax كتير و pigment قليل, resulting in long wearing product with fixed gloss and texture. يعني انت هيقعد فترة كبيرة على الشفايف ومع لمعة ثابتة. خلاص، لكن لو انت عملت low wax high oil is more smoothly، هيبقى سموث اكتر، هيتفرد اكتر، هيعمل لمعة اكتر. خلاص، او هيتفرد اكتر على الشفايف يعني. feels more creamy، هيبقى more creamy، has great shine، لكن مش هيستمر فترة طويلة. طيب، الليبستيك used by most of women to brighten the color of the lips have become a leading and rather uniform item of makeup. طبعا من الحاجات المشهورة جدا في الميكب. اللي يهمنا بقى ايه هي ال requirements of good lipsticks، ايه هي ال basic requirements. اول حاجة يبقى shiny smooth appearance non drying non gritty مش محبب. خلاص، easily applicable good odor of flavor free from sweating ما يفصلش، فتلاقي في حته فيها لون وحته لا، او حته فيها حته سايحه. خلاص، suitable firmness يعني ثابت على اللبس. طيب، among ingredients of lipstick products في الواكسز. خلاص، الواكسز examples عندها في oils زي الكاستر اويل، في pigments بتستخدم من 2 لـ 10%، في fragrance طبعا بنحط الروائح بتبقى اقل من 1%، بس جص عشان ايه تشيل روائح المواد الكيميكال الموجوده دي. طيب، المانيفاكتشر ليبستيكس ار جينرالي مانيفاكتشر ان 4 ستيج، بتتعمل في 4 مراحل. اول حاجه البيجمنت ميلينج، بنبدا نطحن البيجمنت، وهو اللي بيغلي اصلا الليبستيك ان البيجمنت تبقى مطحونه كويس جدا، فتوصل لحجم النانو، فتبقى مفروده كويس بدون اي توزيع، مش منتظم ان ايفن، وده اللي بيخلي الشكل مش كويس. يبقى البيجمنت ميلينج، بنبدا نطحن البيجمنتس كويس جدا في 3 رول ميل، بعد كده نعمل كومباينيشن للبيجمنت فيس مع البيز، بعد كده نبدا نعمل لها مولدنج وفليمنج، وتبدا ايه تخرج في الشكل اللي احنا عارفينه. طيب، الرو ماتيريال اللي بتستخدم في الكلام ده ممكن تبقى طبعا الداي او الكالر مع البيز اللي هو الاويل والواكس مع البرفيوم. طيب، الكالر هو ذا موست اهم حاجه طبعا في الليبستيك، ان بنجيبه عشان الكالر بتاعه، بيستخدم عشان يعمل برايتن الشكل يعني. تيتانيوم دوكسيد من المواد اللي بتستخدم كتير جدا، لان اللون بس هيخلي الشفايف ظاهره ولونها محمر او ايا كان اللون اللي انت عامله، لكن التيتانيوم دوكسيد بيغطي اللون الاصلي وبيبدا هو ياخد اللون الاحمر اللي انت بتحطه عليه، وبيدي لك الاحساس بتاع اللون بس اللي ظاهر ده. يبقى التيتانيوم دوكسيد يعني ماده تعتبر اوبيسيفاينج ايجنت، يعني ماده بتغطي البشره دي او اللبس دي، ويبدا يظهر اللون اللي انت حاطه الطبيعي الصناعي اللي انت حاطه. طيب، البيزس الاويلز ممكن تستخدم مواد كتير، زي الكاستر اويل من الحاجات المشهوره قوي، جريتر سولفنت باور فور ستيننج داي. طبعا الزيت بيبقى كويس عشان بيزود بيدوب الداي اللي انت استخدمتها، لور فيسكوستي ليس اودر جريتر استابيليتي. vegetable oils and mineral oils ممكن تستخدم، اللانولين اللي احنا قلنا يا جماعة بيستخدم في مواد كتير، وبيستخدم حتى في تلميع الجزم، بيستخدم في الليبستيك. الواكسس this function is to straighten the stick and to raise the melting point، طبعا عشان يرفع الميلتنج بوينت عشان ما يسيلش من على اللبس.
طيب بيرفيومز، ممكن نحط بيرفيومز زي ما قلت لك، وطبعا لازم تبقى نون توكسيك وتبقى في حدود 1%. بعد كده بنحط كمان مواد تانية، اديتيفز وبريزرفاتيفز، خلاص زي البروبايل بارا هيدروكسي بنزويت، بيبقى 1% من التحضيرة كبريزرفاتيف. ممكن تحط كمان مادة تمنع الرنسيديتي، التزنخ بتاعة المواد الاويل دي، خلاص المواد دي برضو تمنع، زي البروبايل جليت، خلاص كل المواد دي ممكن تستخدم في البوتايليتد هيدروكسي انيزول اللي هو البي اتش اي، وفي البيوتيليتد هيدروكسي تولوين البي اتش تي، كل المواد دي تستخدم كأنتي او مضاد للرنسيديتي يعني. طيب جنرال بروسيس، ذا فولوينج 3 ستيجز مي بي ابلايد. اول حاجه ا بيس كونسيستنج اوف ا ميكتشر اوف واكس اند فاتي سبستانس، وبعد كده ان اويلي ليكويد ان ويتش اول سولوبل كلرز هاف بين ديزولفد، بعد كده فاينلي سيفتد ليك اور ميكتشر اوف ليكس اند بوسيبلي بيجمنتس. يعني بتبقى عندك الثلاث مراحل دول، بتكون الواكسز وبعد كده بتحط الاويل مع البيجمنتس اللي انت حاططها وبتخلط كله مع بعضه. طيب دي اكزامبل. في كمان حاجه اسمها ليكويد ليبستيك، ودي طبعا من اسمها طبعا غالبا هيبقى شايلين منها الماده الواكس اللي هي الجامده، وهي بتبقى سوليوشن من الايسايل سيليلوز وبلاستيسايزر مع في ايسايل الكحول او ايزوبروبايل الكحول، اللي هي في ليها الالوان بتضاف، ولما بنحطها على اللبس طبعا بيتبخر الحاجات دي وتبدا اللون موجود على اللبس. طيب الليب جلوس، الليب جلوس ده ماده بتعمل لمعان للبس، يعني هي القصه فيها ان هي بتعمل لمعه. الليب جلوس بتتكون من واكسز وبيجمنتس واويلز. The major difference is that gloss and transparent coverage of lips are the key properties required. يعني هنا القصه ان انا لازم يبقى ماده ترانسبيرنت، يعني ما بحطش فيها تيتانيوم دايوكسيد مثلا، ما ينفعش. هي بتظهر لون شفافي بس مع اللمعه والالوان اللي انا ممكن احطها تزود شويه. ليب جلوس كان بي ماركتد ان ستيك فورم، ممكن تتحط في ستيك فورم وممكن تتحط برضو كحاجه ليكويد او تستخدم من علبه صغيره. طيب الليب لاينر، خلاص محدد اللي هو محدد الشفاء خلاص. طيب الليب لاينر ده ميكتشر من واكس واويل وبيجمنتس. ايموليانسي از نوت نيسيسري، مش محتاجه لان انا اصلا بحطه بحدد بيه، ات از مش محتاجه مع الايموليانسي زي الليبستيك والليب جلوس. بات بيجمنت كفر از اسينشال، لازم يكون بيحدد كويس يعني بيكتب كويس. فور ذيس ريزون ذا ويج ذا واكس بيجمنت ليفل اليفيتد اند ذا اويل ليفل از لورد، بنحط الالوان كتير وواكس كتير وما بنحطش اويل، وممكن يبقى بصوره قلم كمان. ذا ماجوريتي اوف لاينرز ار سولد ان بنسل فورم، وبيبقى بيباع كتير جدا في اوروبا وفي امريكا وفي كل حته.